يا اخوي احنا اللي عندنا قلناه، يا شبكه ب5000 جنيه يا بلاش منها الجوازه دي. احنا لا مؤاخذه بنتكلم كلام رجاله، وكلام الحريم اللي انت بتقوليه ده يبوظ اي موضوع. ولا ايه يا رجب؟ انت ايه اللي دخلك في الموضوع انت؟ اتفضل اتكل على الله. يلا. ياه، وانا كنت قلت ايه يعني؟ يلا حكم. انا عجبني الراجل الحمش، اصل انا كريه قلب الراجل اللي ما يملاش مركزه قدام الحريم. قال شبكه ب5000 جنيه. قال لا حاسب عم فرغالي، هي ما غلطتش. الله، ما انا بنتي برضه مش اقل من اي واحده من بنات عمها ولا بنات خالتها. وبعدين يعني ايه، انا بنتي متعلمه ومعاها دبلوم، والمحروس يعني ما تاخذنيش بصمجي. وايه لزوم الكلام اللي يعور ده يا استاذ رجب؟ الراجل ما يعبوش اللي اجيبه. عداك العيب، واحنا عند كلامك، الراجل ما يعبوش اللي اجيبه، وعشان كده ما طلبناش الا شقه. ما اتكلمناش يعني في انك هتعيشها مع ابوك في نفس الشقه، وما طلبناش نجوم السما. وبعدين يا سلامه برضو، انا بنتي تستاهل. خلاص يا رجب، احنا هنفكر في الموضوع ونشوف مقدرتنا وبعدين نرد عليك. قوم يا ابني نروح نفتح المحل نشوف رزقنا. قوم. سلام عليكم. خلتك عليها الرز بلبن ما يعلاش عليه. شوف يا اخويا الراجل اللي سايب الكلام المفيد وقاعد يتغزل لي في الرز. هنعمل ايه؟ فهمني. احنا هنعمل ايه؟ هنستنى لغايه ما يشاوروا بعض ويردوا علينا. مش 5 كتير يا رجب؟ ما نخليهم 3. انت وليه انت عايز تبيع بنتك بالرخيص ليه؟ ما هو انت لو من نسوان العدله كنت دبقتي نفسك وحوشت لها. وكان مين اللي جهز لك البيت اللي قبل كده؟ مش تدبيقي وتحويشي اللي كل ما كنت تعتر فيه تقوشه؟ وبعدين ايه دخل الشبكه في جهاز البيت؟ مون احنا هنجهزها منين؟ احنا عيلتنا حاجه. يا لهوي، لو انت عايز تبيع الشبكه عشان تجهز البيت ده فرغالي ياكلك صاحي. ويلا هيعرف فرغالي يا اختي. بصي، احنا اول ما ناخد الشبكه هنروح نجيب واحده صيني شبهها بالظبط، وحليني بقى على ما يجوا يتعذروا فيها ويبقوها، يكون بقى معاهم عيل ولا اتنين. واذا بعتها لك بعيالها يا فالح هتعمل ايه؟ عالم بقى ساعتها الواحد هيبقى عايش ولا ميت. بس 5 كتير، وفرغالي مستكترهم، والواد كويس، محدش لاقي عرسان اليومين دول. الواد هيجيب ابوه على ملا وشه، لان الواد حابب البنت وشاريها. بس انت بقى كلمي بنتك، لان انا شايفها مرخمه على الواد اخر رخامه. موكوسه، بس هكلمها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهي الموكوسة جت بدري وعينيها منفخة من العياط، شكلهم كده طردوها من الشغل. طب ما كده تبقى القصة خلصت يا سلام. هما عايزين 5000 شاب، وأبوك معهوش، هيضرب الأرض تطلع بطيخ. ما أنا بفكر أسيب أبويا وأروح أشتغل في ورش العتبة سنة ولا اتنين، أحوش القرشين دول وأرجع بال5000. طب دول ال5000 بتوع الشبكة، بقيت المصلحه بقى مع ابوك، ولو سبت رحت ورشه تانيه مش هتطول منه جنيه. انت كده قفلتها يا برنس. يا دي افهم بمخك الزنخ ده، انا حاسس البت دي مش ليك. انا بتكلم على الدومنا. وانا بتكلم على عزه. عزه دي بتحبني وبتموت فيا، وانا كمان بحبها. يا ابني بتحبك ايه؟ اللي عمري ما شفتك خارج معاها مره توحد الله، واديك اهو قاري فتحتك عليها بقالك 6 شهور. الحب مش بالخروج يا برنس، عزه اصلها خجوله ومؤدبه، عمرها ما خرجت مع حد. اسكت اسكت يا سلامه. حبنا ده في الهوا عامل زي الموبايل من غير سلك. طب قطعت معاك شحنه اهو. بقول لك ايه، هتحاول تاثر عليها انها تاثر على امها، تخليها تاثر على ابوها، انه ياثر على ابوك، ان هما يلموا مالك؟ ها، سرحت في ايه؟ لا لا تمام، كمل يا برنس. كمل. اقول لك، حاول تلغيها، هتلاقيها دي. صح، بس اجيب لها ايه؟ دبدوب. خلصت العشرة يا خفيف. اتوكل انا على الله وانت بقى فكر في الهديه. يبقى حاسب على المشاريع يا خسران.